تعرف عن بداياتك، شلون بديت تقرأ القصائد، شلون بديت تحفظ، شلون رحت شاركت بالمسابقة، حدثني عن البدايات. والله كانت بداياتي الأهل شجعوني وأنا عمري 5 سنوات، ومن بعدها تعرفت على الشاعر الحسيني كرار الحسينات، وهو اللي قام طلعني بالمجالس ودخلت دورة قرآن وقصائد إلى أن وصلت إلى فترة وجيهاً بالحسين. زين، من وصلت إلى وجيهاً بالحسين، منو شجعك؟ منو آزرك حتى تروح تشترك بالمسابقة؟ منو دعمك؟ والله اللي شجعوني اهلي واصدقائي واخواني من اهل ديالى ومن اهل كربلاء المقدسه، وبالخصوص شاعر كرار الحسينات هم اللي شجعوني على انه اشارك في وجيههم بالحسين، وشاركت والحمد لله وصلت الى المراحل المتقدمه وفزت بالمركز السادس.